الاخبار عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم فخده الجدي في الفرن بطريقه المطاعم بالظبط. انا مش عايزه اقول لكم بتطلع حلوه قد ايه، واللحمه بتبقى دايبه وطعمها بيبقى واضح جدا من غير اي بهارات طاغيه عليها. واحلى حاجه كمان ان هي بطريقه سهله جدا تقدروا كلكم تعملوها، وانا متاكده لو عملتوها بالطريقه دي مش هتبطلوا تعملوها. فيلا بينا نعملها مع بعض. اول حاجه انا جبت فخده طازه سبتها تتشمع في مكان فيه تهويه كويسه لحد ما تنشف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هبدأ احط عليها ملح، وما تخافوش من الملح عادي تكتره. وهنبدأ نغلفها بالملح من الناحيتين. عايزة اقول لكم ان الفخدة دي كانت 2.5 كيلو. بعد ما هندهنها بالملح كويس من الناحيتين هندخلها التلاجة تكون مكشوفة، ونسيبها ليلة كاملة عشان تتشمع معانا اكتر. وبس كده خلصنا. بعد ما اتأكدت ان انا حطيت ملح في كل حتة من الناحيتين وغلفتها كويس بالملح، وهتبدأوا على طول تلاحظوا ان هي طلعت المية بتاعتها. بس كده هنروح نحطها في التلاجة. وخلي بالكم كمان انه تاني يوم هتلاقوها نزلت المية بتاعتها كلها، هتنشفوها كويس. وهنا بعد ما طلعتها من التلاجة تاني يوم هبدأ افتح فيها 3 فتحات عشان البهارات والملح يدخلوا فيها كويس، وهحط عليها ملح تاني وهبدأ ارش الملح واحاول ان انا ادخله في الفتحات اللي احنا عملناها. وبعدين هزود البهارات. البهارات عندي بسيطة جدا، عبارة عن كركم وزعفران. مش هنزود اي بهارات تانية عشان اللحمة يبقى طعمها واضح وبتطلع حلوة قوي. وبعد ما هندهنها كويس من الناحيتين بالبهارات والملح، اخر خطوة هنغلفها بورق الزبدة، بس هنغلفها كويس جدا عشان مش عايزينها تطلع اي مية برا عشان ما تنشفش اللحمة. احنا بس عايزينها تستوي من الحرارة بتاعتها والدهون بتاعتها بس، وهو ده اللي هيخليها طرية وبتطلع دايبة. هغلفها كويس قوي بورق الزبدة طبقتين تلاتة لحد ما نتأكد ان هي اتغلفت كويس، وعليهم كمان ورق فويل. هندخلها الفرن، والفرن لازم يكون سخن من قبلها على درجة حرارة 200. هندخلها على الرف اللي من تحت اول نص ساعة، وبعدين هننقلها على الرف اللي في النص لمدة 3 ساعات او 3 ساعات ونص على حسب الفرن. هنقلبها مرة واحدة بس، وبعدين لما تطلع هنسيبها نص ساعة كمان عشان تهدى. يعني بالاجمالي كده هنكون سيبناها 4 ساعات عشان تستوي، وده شكلها بعد ما طلع من الفرن. بجد دي من احلى الاكلات، واللي تقدروا تعملوها جنب اي حاجة. ممكن تعملوها على رز بخاري، ممكن تعملوها على كبسة، بتطلع حلوة قوي واللحمة بتبقى دايبة فعلا، بتقع من على العظم. وبجد كمان احلى لحمة هي لحمة الجدي، والطريقة دي بتخلي اللحمة طعمها واضح جدا وما فيهاش اي زفارة. يعني بصوا بجد شكل اللحمة عامل ازاي. حطيت كمان راسين التوم دول، بيبقوا طعمهم حلو جدا. هستناكوا تجربوا الطريقة دي وتقولولي رأيكوا. بالهنا والشفا.